شفنا التشكيل او التكوين بتاع المنتخب السعودي بنلقاه هو بيختلف تماما عن نعم. المنتخب الخاض او بيخوض الان تصفيات كاس العالم من اسيا. انا ما اقدر نحن ما نقدر نفتي في الحته دي لانه ديل لاعبين يمكن ما ادوا مباريات كثيره مع بعض. نعم. بعكس اللاعبين المنتخب في الاول. الاول نعم. لكن هم بينتموا لنفس الكليه ومنتموا لنفس المدرب وطالعين من نفس الدوري. وطالعين من نفس الدوري. نعم. وكل المؤثرات اللي اثرت على المنتخب الاول وادت لنجاحه هي نفس المؤثرات اللي بتاثر عليهم الان، واعتقد انها هي حتدي النجاح المطلوب. بس اتوقع انه المباراه الاولى لانها اول مباراه يمكن يكون فيها يعني صعوبه شويه، بعد كده بتبدا الريتم يبدا يرتفع كما حصل مع المنتخب الاول. شفنا اول مباراتين في فيتنام، فعلا فيتنام كان هو نعم. بدا فيتنام تقدم بالهدف الاول نعم. بعد كده بدا الريتم يرتفع من مباراه لاخرى، لكن انا اعتقد انه الثبات الانفعالي عالي عند اللاعب السعودي بحكم الاحترافيه الكبيره اللي اكتسبها بوجود المحترفين في كل الانديه وبوجود المدربين ذوي المستوى العالي جدا اللي دخلوا البلاد هنا واثروا عليها، اثروا على اللاعبين. فافتكر انه المنتخب قادر انه يؤدي اداء جيد ويحرز نتيجه مميزة. مجموعه صعبه، مجموعه تضم المنتخب المغربي، لكن واضح من الاختيارات بتاعت المنتخب السعودي بانه واضح انه هو البطوله داخله كاعداد اكثر من انه هدفه البطوله. اكيد هي بطولات زي دي في وقت انت بتكون لاعب في بطوله كبرى زي تصفيات كاس العالم، اكيد انت ما حتغامر بانك انت تشرك لاعبين، خاصه انه هو خلاص غاب زي نودنا للصعود، يعني ما محتاج هو لانه يفقد اي لاعب. بالعكس هو داخل على بطولة كبرى، يعني داخل على بطولة كأس العالم، محتاج انه يزيد الرصيد البشري من اللاعبين، وده الهدف الأساسي. عشان كده عمل دخل بالمنتخب ده عشان يطلع منه على الأقل 3-4 لاعبين يضيفهم للمنتخب الأول، فده الهدف الأساسي.